لا يوم كيوم الحسين. وفي حديث آخر: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. لماذا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله؟ أولا، ما حدث في عاشوراء؟ ثانيا، ما سبق عاشوراء؟ ثالثا، آثار عاشوراء من كل هذه الجهات. لا يوم كيوم الحسين كما يقوله الإمام علي بن الحسين، ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله كما يقوله رسول الله وكما يقوله الإمام المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين. الله عز وجل تعامل مع عاشوراء، مع واقعة الطف، تعاملا ليس مثله تعامل. رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تعاملوا مع عاشوراء تعاملا لا نظير له. وما سيتعاملون، وما سوف يتعاملون أيضا لا نظير له. وما سيتعاملون في الدنيا، وما سوف يتعاملون في القيامة لا نظير له. هل سمعتم أو قرأتم أن الله عز وجل بنفسه يذكر مصائب أحد لأنبيائه إلا للحسين؟ كلمة كبيرة ولكنها واقع. هل سمعتم أو قرأتم أن الله عز وجل يدمي ويجرح أحبابه مواساة مع الإمام الحسين؟ الأنبياء الرسل أحباب الله، خيرة خلق الله هؤلاء. الله عز وجل يكسر رؤوس بعضهم، يجرح أجسام بعضهم قبل أن يكون يوم عاشوراء. بعضهم بآلاف السنوات يجرحهم، يكسر رؤوس بعضهم، وهؤلاء أحباء الله عز وجل، هؤلاء المقربون عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بعد كذا 1000 عام سيجرح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا تعامل سمعتم أصلا؟ أن الله عز وجل يعامل أحباءه لأجل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هكذا تعامل مواساة قبل وقوع الواقعة، قبل حدوث واقعة الطف؟ هذا الشيء حدث لغير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ الله تعامل مع فاجعة مثل هذا التعامل؟